نعملها تحت البحر. كابتن اكتوبر لو المواعيد اتغيرت هنعمله الساعه 4. تأجيلك طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة بين نادي 6 اكتوبر ونادي حلوان القسم الثالث، دوري القسم الثالث. بنزل النهارده الحكام والمراقبين. يعني الحديث اللي انا اخدته مع الحكام وكل واحد بقى اسمه من تحت كده ايه اخد منك برضه. لسه كنت بكلم فوق من شويه. ولد 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 تعال. اصفر. طيب ماشي.
الجون الاولاني لنادي 6 اكتوبر واللي جابه سيد عبد الستار رقم 9 1 اكتوبر لا شيء حلوان. رقم 9 جون 1-1 واللي جابوا رقم 12
واحد اكتوبر واحد Thank you.
انت بتقعد تتريق، انت مش عارف حد يا كابتن. لا عجبنا يا عم. امال ايه يا كابتن؟ طب انا اقول لك كل ما اقول لك لعيب جامد قوي تقول لي مين؟ مين لعيب جامد؟ عمر تكلف انذار بقى، ادي الراجل ده انذار اللي وقع يا راجل. اخلص اخلص حلو. هو انت بتقول بشيل حديد ليه بتطير عليه؟ بص حلو نفسي تعرف انت كده. هو كده بالعصير وما معدل، هو ما شربش يعمل ايه؟ ما يشربش مش يطلع من البيت. هو عادي بقى مش هتلاقيها بيت. خليه بس، خليه بس. انت اشرب انت زي ما انا عدلين. امبارح راجع عجوز خدت البيت سحب ابويا. ليه؟ اقسم بس انت البدران. ما هو بدران هو التاني ما جابهوش برضه. ما جابوش ايه؟ اه والله وجابها جول. طب والله يا عاطف بيجري بسرعة. هو رايح كبيرة. يعني انت وانت صغير كنت كده يعني في الوقت ده؟ انا لسه رايح مرمي. عاوز الناس مهزله، الناس مهزله معايا يا عم. يديله حاجه ولا وحش يعني ايه؟ يجيبه وانت 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 حسن بيقول ايه هو بعد الكورة؟ ولد يا ولد يا ولد.
خليك بعيد خليك بعيد. Thank you.
شفناك يا محمد يا نجم.
شاب يا كابتن بيقفل ازاي يا كابتن؟ شاب بيقفل ازاي يا كابتن؟ شاب بيقفل ازاي يا كابتن؟ سيبه بقى يلا كابتن بيقفل ازاي؟ يا عم سيبه يلا سيبه كابتن بدا 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 بس المنظرات دي عشان الفرقه دي بتزور فعلا. اه. خلصت عليها مدني؟ لا. مدني؟ اه. صابه. وصل ليه؟
العب 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 يلا الله جون. اثنين واحد واللي جابه رقم 12 برضو رقم 12 عايزين اجول الاكسجين بسرعه الحماده روح بقى يا سريع يا استاذ سريع خده ايوه كده خده هات يا خبير كافي يا عم حماد بصي بقى بقى بصي بقى شوتها بقى بصي قبل والله يا ابني انت الفندر مش هتعرف تطلع بدماغك وخلاص. شايف الناس بتنزل
بس حماده بقى لا 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 طب بقى العربيه النقل اللي هو ده ومش هجيب لك بقى العربيه النقل خليتنا نايم بنص بقى عايز صلاح حق معاه حد النهارده يا استاذ بص الاستر دي بقى معاه مين النهارده سبعه بص العيال بص مالك يا جدعان زي برضه الناس ما بتفكش في الحاجات دي كده يا جدعان والله واحده صفر صفر يا كابتن يلا يلا صفر صفر احنا بقى عندنا ورحم وقدام كويس ونص الملعب انا موقع تعالى عمر هنا يا عمر تعالى عمر اسمع ايوه هو لو كان شاف ماتش بتاع بنفيكا هيتعلم من العمال والله انت ما جيتش ليه يا ايمن اقسم بالله هات انا ما عندي كبلش الشفه انتهى الشوط الاولاني 2-1 2 حلوان 1 اكتوبر